السرور والشرف والفخر أن نلتقيكم اليوم في رواق هذه الوزارة العتيدة التي بقيت على تعاقب السنين مصدر اعتزاز لما حققه رجالنا الشجعان من إنجازات عظيمة كان بعون الله آخرها القضاء على تنظيم داعش الإرهابي المجرم وعلى المستوى الدولي الذي بدأ أثره بشكل كارثي وعلى امتداد الجغرافيا والتاريخ شخص على أنه أخطر ما يمكن أن يواجه الإنسانية بصدور عارية وبجهد كبير وبنفوس مؤمنة بالله سبحانه وتعالى وبالإنسانية استطعتم أن تواجهوا هذا الخطر. لقد استطعتم أنتم ومقاتليكم الأشاوس أن تحققوا ما لم تحققه أقوى الجيوش تدريباً وتسليحاً، ذلك أن تدريبكم هو الميدان وسلاحكم هو الإيمان بالله ونصره ومدده. وقد قرت بكم عيون العراق أنتم وإخوانكم من كافة صنوف قواتنا البطلة الأخرى، ورفعتم رؤوسنا عالية بين بلدان العالم، وأنجزتم أسطورة النصر التي كانت حلماً بالنسبة للعالم، وها هي اليوم في الموصل والحويجة والمناطق الغربية حقيقة ماثلة للعالم أجمع ستكتمل عما قريب بعون الله سبحانه وتعالى بالقضاء على آخر إرهابي على أرضنا الطاهرة الممتدة من زاخو إلى الفاو ومن مندلي إلى القائم على كامل التراب العراقي المعمدة بدماء الشهداء الأبرار الذين قدموا أرواحهم قرابين لوحدة العراق وسيادته وعزه ومجده. أيها المقاتلون الشجعان، هذا العراق اليوم بكم قوي وبكم آمن وبكم سيد كما هو وكما ينبغي أن يكون، ومن سهر عيونكم تغفو عيون العراقيين وتنعم بالأمن، وأنتم تحمون حدوده وثغوره بغيرة عراقية فريدة لا يعرفها إلا من ذاق حلاوة الشجاعة ولذة المرجلة وشموخ الكبرياء. وكأن المتنبي بعيونكم يقول: وقفت وما في الموت شك لواقف، كأنك في جفن الردى وهو نائم، تمر بك الأبطال كل ما هزيمة ووجهك وضاح وثغرك باسم. إخواني الكرام، هذه الزيارة الحقيقة هي تعبير عن مقدار اعتزاز مجلس النواب العراقي ممثلي الشعب بالانتصارات الكبيرة اللي تم تحقيقها، وهو في ذات الوقت استشعار للمسؤولية أن أمامنا مهمة كبيرة. صحيح عملية تحرير الأرض صفحة من الصفحات، ولكن في ذات الوقت تحرير الإنسان أيضا المهمة الأكبر التي ينوح بحملها الجميع، وهذا جزء من مسؤوليتنا وجزء من تضامننا مع الجميع. ولذلك احنا ننظر لكم وفي هذا الوقت على وجه التحديد، أنتم صمام الأمان في هذا الوطن العزيز، وعليكم المعتمد والمعول بعد الله. ورغم أن ما قدمتموه كثير وكبير، فإن أهلكم يطمعون منكم بالمزيد، فعظائم الأمور لا يفعلها إلا أكابر الرجال، وأنتم والله نعم الرجال، فحي الله ظهوراً حملتكم وأمهاتاً أرضعتكم ودواوين وبيوت كريمة أنشأتكم على حب الشجاعة والرجولة والبطولة. وإنها لمناسبة سانحة أن أخاطب فيكم تاريخكم وشرفكم العسكري الذي قاتلتم لأجله وحافظتم عليه وسطرتموه ببسالتكم وإقدامكم. إن وطننا يمر هذا اليوم في أزمة الحقيقة بعد معركة الإرهاب، وباختبار إذا جاز وصفه ليس بالهين، حيث كنا نستعد لمرحلة البناء والإعمار وإعادة النازحين وبسط الأمن والاستقرار في المناطق التي تعرضت للإرهاب، ولكننا للأسف الشديد نواجه اليوم مشكلة ليست بالهينة تتطلب منا جهدا وتكاتفا استثنائيا للحفاظ على وحدة العراق. ونرى أن الحكمة والصبر زادان مهمان في هذا الامتحان، على أن لا نتردد في شد أحزمة العزم والحسم في حماية وحدة العراق، وإلا لكنا قد فرطنا بدماء الشهداء الذين قدموا أرواحهم من أجل هذه الوحدة
ونعدكم في مجلس النواب وفي أروقة القوى السياسية ومع الأخ رئيس الوزراء أننا سنبذل قصارى جهدنا في سبيل أن تنتهي هذه الأزمة دون أن نحتاجكم، فأنتم ظهرنا للدفاع عن حدود الوطن من الأعداء، وما نحن بصدده إن شاء الله في هذه الأيام إذا جاز وصفها هي فتنة دخلت في البيت، وأهل البيت الواحد يستطيعون من خلال الحوار ومن خلال التكاتف ومن خلال الحكمة أن يتجاوزوا هذه المشاكل التي تمر بهم، وإن شاء الله سيتم سحب فتيلها بحنكة وحلم كبيرين بعون الله. واليوم مجلس النواب العراقي يقف بجانب الحكومة ويدعم خطواتها الحثيثة في سبيل إيجاد مخرج لهذه الأزمة التاريخية التي إن استمرت لا سمح الله قد يكون لها أبلغ وأخطر الأثر على العراق. ولا نريد أن ننظر إلى مآلات هذه الأزمة وأبعادها وتداعياتها السلبية، ولكننا وإلى حد اليوم نعتقد أن هناك مجال ومتسع من الوقت وقدرة على تجاوز الإشكالات التي يمكن أن تمر بالعراق. من حيث العموم، الأخ رئيس الوزراء سيكون حاضر في بحسب ما تم الاتفاق في مجلس النواب يوم غد، ونأمل بطبيعة الحال أن تحضر الكابينة الحكومية وأن نجري نقاش مستفيض بهذا الصدد. الحقيقة هذه الرسالة اللي تمثلها الزيارة ليست انعكاس ولا هي رد فعل على الأزمة الموجودة، هي كان قد رتب لها قبل ذلك تقريبا بأسابيع، ولكن قدر الله أنها واكبت ما نحن فيه الآن، وأملنا بطبيعة الحال أن نتكاتف وأن ننظر إلى المرحلة القادمة وأن نشعر أننا قادرون على تجاوز المشاكل الموجودة. بارك الله بكل جهود وكل عمل وكل دم شهيد بذل في سبيل أن يخلص العراق من المشاكل اللي ألمت به، ويمكن إذا جاز القول أن لهذه الوزارة بحكمة إدارتها ورؤيتها وبشجاعة قياداتها والميدانيين من جنودها اللي كان لهم دور كبير الحقيقة، ويعتبر الحقيقة ما تم إنجازه دين في ذمة كل العراقيين في سبيل أن ننظر إلى المستقبل إن شاء الله، وإحنا ننعم بالأمن والاستقرار وننظر إلى مرحلة جديدة قائمة على أساس العدل والإنصاف وقائمة على أساس الإعمار ورسم مستقبل أجيالنا القادمة. فكل الامتنان والشكر والتقدير والعرفان والشعور بالفخر والاعتزاز للدور الذي بذلتموه على مدى هذه النوازل مع الأعداء، وإن شاء الله أتمنى لكم الخير والتوفيق والسداد. السيد الوزير وقعوا سفر خارج العراق، بعض الأحيان لا نبقى متابعة صحية لا نأخذ جائزة.